السيدات والسادة، اتخذت وزارة الداخلية مبادئ ومعايير حقوق الإنسان إطاراً لسياساتها ومهامها الأمنية، ومن بينها تحويل السكون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم، والتي أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها ناجحاً نوعياً في مجال تقويم النزلاء سلوكياً ومهنياً للعودة كعناصر صالحة في المجتمع عقب الإفراج عنهم، كانت محل إشادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتقوم الوزارة بجهود حثيثة لاستكمال جوانب المنظومة وصولاً لإغلاق باقي السجون العمومية التقليدية والتي سيكون لها بعيد الأثر في حماية المجتمع من أخطار تنامي الجريمة.